شاهدنا هذا التقرير عن جزيرة لبب، عبقرية المكان ومهد الحضارات أكيد وتاريخ السودان. جزيرة لبب ممكن تكون واحدة من الجزر اللي بتكون دائما واقعة في أذهان السادة المشاهدين. غير الولاية الشمالية بتتميز بجزر مختلفة. كانت زيارة أخيرة تقريبا كده لجزيرة مروارتي، نفس التفاصيل الجميلة بتاعت أهل المنطقة، موروثهم الثقافي اللي بيحتفظوا به إلى الآن، يعني الموروث الثقافي الكبير جدا. نعم صحيح. فإذا هو تجوال مختلف من ولاية السودان ومناطق السودان صباحا يعني. رأيك شنو؟ طيب نمشي من الولاية الشمالية نمشي للجنينة ونتعرف على برضو واحدة من الأشياء والحرف المميزة، يعني نتعرف على سوق البروش في الجنينة من هذا التقرير. تفخر العديد من مدن السودان بالصناعات اليدوية المستخدمة في الديكور والزينة والمستخدمة لقضاء حياة الأسرة السودانية، فمصنوعات السعف واحدة من الصناعات اليدوية التي وجدت اهتماما لدى الأسرة، حتى خصصت لها مواقع وسط الأسواق فصارت تسمى بها. سوق البروش واحد من مواقع الأسواق بسوق الجنينة، تعرض به البروش بأنواع عديدة لاستخدامات كثيرة. بجانب البروش يذخر السوق ببضائع متنوعة من مصنوعات السعف المستخدمة لقضاء حاجيات الأسرة في حمل مستلزماتها والمقاعد والعناقريب وأدوات النظافة وغيرها كثير. بما أن السوق تعج بالمصنوعات السعفية، إلا أن مناخ ومحيط الجنينة لا يساعد في إنتاج السعف فيستورد من مناطق أخرى. المصنوعات البلاستيكية صارت منافساً لصناعات السعف في العديد من المنتجات المشابهة كالفرشات والحقائب الخفيفة التي تحمل فيها مستلزمات الأسرة اليومية، فجاء السبت والكيس لينافس القفة، فأيهما يفضل المستهلك؟ مصنوعات السعف تجد رواجاً واستخداماً واسع النطاق، إلا أن دخول المصنوعات البلاستيكية أدى إلى عزوف بعض عن استخدامها وتمييز البلاستيكية عفية. رغم المنافسة من المصنوعات البلاستيكية، إلا أن مصنوعات السعف ما تزال تحتفظ بمكانها، ولا زال سوق البروش يحتفظ باسمه ورواده المستخدمين لأنواع المصنوعات المعروضة. بخيت حسن علي، الشروق، غرب دارفور، الجنينة. اهلا وسهلا مشاهدينا، صباح التواصل معكم عبر ودنا الحي والمباشر. ده شكلنا كمان لوحة الشروق الصباحية الجميلة اللي بنتكلم عن الوازة. طوالي بيجي في بالنا مواسم الحصاد في النيل الأزرق، يعني الوازة عندما تعزف بيكون في ابتهاج وحماس كبير جدا من سكان المنطقة أو سكان القرية، وأيضا هي بتكون حماس كبير جدا لكل المزارعين يعني. نعم. الشيء اللي أنا عرفته يا أرلينا انه بيعزفوا على الوازة في ابواق الوازة هم 10، ولما تكون الصوت بيكون كده مليان يعني قوي. بيكون في حماس كبير جدا من الاشخاص يكون موجودين. نعم، هي رمز سكان نيل الازرق الوازة. نشاهد هذا التقرير. الحياة مسرح، كل منا له دور فيه. هذا المسرح له أدوات متعددة باختلاف الدور الذي يلعبه الفرد، وحينما تتوحد الأحاسيس في لحظة ما وزمان ما ومكان ما، يكون المسرح قد اتخذ شكلا آخر من الفرح النبيل الذي يجسده تراثنا الشعبي بمحلية جيسان التي شكلت فرق الوازة أو الزمبارة لحظة إذن معنى جماليا تستجيب له الحواس وتتفاعل معه الدواخل بارتياح كهذا الذي نراه أمامنا. حياتنا السلام الاجتماعي فيها موجود بالفطرة، السعادة عصفور لا يهدأ جناحه تحليقا وتهويما وتطريبا لكل سامع على أنغام الوازة التي تمثل رابط إخاء ومحبة حينما يلتقي الناس في مناسباتهم الاجتماعية. حينما
تأتي لحظة الانفعال الداخلي مع شعور نحسه وفق احتياجنا ورغباتنا مناجاة لحبيب غريب عنا أو أقلقنا ابتعاده منا أو اشتاقه كل نبض فينا، نتخطى حاجز السن والعمر، نجتر زمانا ربما يكون قد ولى بحساباتنا، ولكنه يظل يشكل حضورا ممراحا يكتمل على أنغام الوازاة في فضاء للحب فيه مسرا ومرقد وسواعد تنشد عناقا لأرض حبلى بذكريات لن تبرح الذاكرة رغم الكلمة التي قالها الزمن في تفاصيل هذا الجسد. أن تعبر عما يعتمل دواخلك هنا شيء متاح للجميع في كل تفاصيل الحياة اليومية، ساعة للاستجمام والاسترواح، تختلف مسميات الآلات المستعملة للتعبير عن ذلك، ولكنها تلتقي في أنها تجمع الشملة وتوحد الكلمة والإيقاع الداخلي لمن جمعهم المكان وأتى بهم الزمان بمختلف دواعي القدوم. فهذه الجماعة التي تتعاطى الرقص على أنغام البالون جرو، قال محدثنا إنها كلمة تتكون من مقطعين باللهجة المحلية، بالو تعني الزمبارة ونجرو تعني النجارة، فجاءت التسمية مدمجة هؤلاء في هذه الساحة التي تضج رقصا وانفعالا وجدانيا بما تصدره من أنغام. المرأة هنا لا تنفصل عن الرجل بأي حال من الأحوال، فهي معه في الحق، تشد من أذره، تهبه كل مقومات الاستقرار حفزا له لمزيد من العطاء والعمل، وتتزين له في إشارة إلى أن الدفء الأسري سمة لهم. تتنوع الإيقاعة في بلادي وتتشكل مختلفة من منطقة لأخرى، ولكن الحب يظل رابطا وثيق العرى، واضح القسمات يمشي بينهم في إباء وشموخ ومحبة.